مساء الخير عليكم جميعا، ازيكم؟ طمنينا عليكم، انتوا عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ طبعا عشان كنا في اللايف امبارح والمره اللي فاتت الناس كلها عماله تسال على من بعد ما كان بيظهر يعيط وبيطالب بحق بنته ضناء ومش عارف يعيش من بعدها ومنهار في كل مره اكتر من التانيه. فجاه ظهر للجمهور ضحكته ماليه وشه وبيعمل فيديوهات على التيك توك. والد نيره اشرف حياته اتغيرت من بعد ما نيره رجع حقها من تاني، ومحمد العادل راح لعشماوي وبقى من مشاهير التيك توك وبيعمل فيديوهات من المطبخ وبيطلع لايفات كمان. ليه من بعد رحيل نيرة وقت القضية كان ظهوره قليل، ولما حقها رجع بقى بيظهر بالطريقة دي؟ ازاي استغل قضية بنته ورحلها في شهرته؟ هل بيحاول ينسى ويتعايش، ولا هيبقى تيك توكر الفترة اللي جاية؟ مش هتصدق حال أسرة نيرة بعد ما حق بنتهم رجع، عملوا ايه؟ والد نيرة أشرف فاق بعد تنفيذ الحكم بعشماوي على محمد عادل، وزي ما يكون كان هم كبير وانزاح من قلبه، ورحيل محمد عادل برد قلوبهم كلهم، بس مش لدرجة إنه ما كانش محب للظهور كتير فترة القضية، وبعد ما يتنفذ الحكم يظهر من المطبخ بيصور فيديوهات طريقة عمل القهوة. هو ده فعلا اللي حصل. انتشر الساعات اللي فاتت فيديو لوالد نيرة أشرف من المطبخ، واللي يشوفه أيام القضية ما يشوفهوش في الفيديو. ملامحه اتغيرت قوي من واحد القهرة والدموع في عيونه لوالد مقبل على الحياة وماشي بمبدأ الحي أبقى من الميت. وقرر والد نيرة يدخل سكة التيك توك والمشاهير ويشتغل ويلم ملايين ومن بيته، وكل اللي هيعمله هيطلع لايف يدردش مع الناس في أي موضوع، بس أكيد هيكون بعيد عن قضية نيرة ورحيل محمد عادل. القضية خلصت وحقها رجع زي ما بيطالب وملفها اتقفل. لكن الفيديو الأخير ليه وهو طالع بيعلم الناس طريقة عمل القهوة، قال إنه لما طلع لايف قبل كده الناس طلبت كلها منه الطريقة، فطبعا كله إلا المتابعين وطلباتهم. وما كدبش خبره، لأن الغربال الجديد له شدة وهو مش مدرك سلبيات الفكرة، قرر يعمل فيديو مخصوص ويقول لهم على طريقة عمل القهوة زي ما بيعملها وبتعجبه. فيديوهاته كانت بين مؤيد ومعارض وأثار الجدل بظهوره ده. في اللي كان شايف انه صدمه ومستغرب من رد فعله، اللي هو في ايه ولا ايه، اللي هو في ايه ولا ايه علشان يعمل كده، خاصه ان رحيل نيره ما كانش سهله، ولا كانت قضيه بسيطه، دي كانت قضيه راي عام، وانه بكده استغل بنته ورحيلها علشان يحقق شهره مع بنته ويعمل فيديوهات، وانه المفروض راجل كبير وعاقل وما كانش يصح يعمل كده، وان ده البدايه والسكه دي اخرتها مش زي بدايتها، وطبيعي هيطور في محتواه. ده فعلا اللي حصل، ظهر مع بنته بيعملوا فيديوهات على طريقه وضع الميك اب الصحيح، ولكن البعض الاخر كانوا شايفين ان نسيبوا الراجل في حاله وكفايه اللي مر بيه ونفسيته اللي اتدمرت، ويمكن دي طريقه بيرجع بيها يحب الحياه ويعرف يعيش الباقي من عمره، وانه ممكن ينسى فراق بنته ويشغل نفسه مش اكتر. انتوا بقى رايكم ايه؟ هل مع ولا ضد رد فعل والد نيره بعد تنفيذ الحكم بعشماوي على محمد عادل؟ مع ولا ضد انه يبقى تيك توكر ويعمل فيديوهات؟ شاركونا برايكم في التعليقات.